حياتك غيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. حياتك غيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. كان مخيم رائع، استفدنا وايد. يوميا كنا عندنا نوعا ما من ورش عمل أو نقدر نقول تدريبات مختلفة. خلال السفر حقيقة استكشفنا أماكن جديدة، تعلمنا شو نتحمل المسؤولية ونتعود على نفسنا. البرنامج كان وايد ممتاز وفيه وايد مغامرات، واكتسبنا منه خبرات تفيدنا في حياتنا. تعرفت على ناس جدد، واجهنا في السفرة تحديات وايد، احتاجنا إلى مهارة التعاون، أن نتعاون مع بعض عشان نشيل بعض. صراحة بشكر الشيخ سلمان مشعل على هذه البرامج، يعني متنوعة من كل شيء، برامج يعني مثل ما يقول لك وللعمر بعدين تذكرها. وازرع سنابلك الصغيرة في الثرى، تنبت كبار الدوح كي تصل السماء، فصنائع جانبا لمصارع سوء الذميم فتسلما. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما. مخيم سمو تمكن أنه يكون عنده مجالات مختلفة، فنحن ركزنا على الأمور الدينية، ركزنا على الأمور الثقافية، الأمور الترفيهية، فمخيم بفكرة جديدة، تجنبنا الأمور اللي هي المملة والسلبية، بالعكس كان وقتنا كامل مرتب ومنظم. عزم وأمل فينا نرسم أمانينا، وإحنا لها للهمة والأصغار We'll be right back.
نار.